نعمل الجواب غيكون بعد مرور هاد ايات المرور. الا ان مناصري الطبقه العامله اختاروا بان يحييوا هاد التكه ديال فتح ماي ويكونوا الى جانب الطبقه العامله. فقام نقابه الاتحاد النقابي بطنجه التي هي جزء لا يتجزا من التوشب الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل، تفاجأنا بقرار المنع للمسيره من طرف السلطات في هذا البلاد.